باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ودهر الدور كلها أمين. من الترتيبات الجميلة لآباء الكنيسة في صلوات البصخة وضع عظات لآباء الكنيسة الكبار المشهود له. والنهاردة احنا بنتكلم في الساعة 9 من يوم الخميس من البصخة المقدسة عظة لآبين القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. أنبا شنودة رئيس المتوحدين عاش في الفترة من بين 348 ل 465 يعني القرن الرابع والقرن الخامس، لكن العظة لسه لحد دلوقتي قيمة جدا ومفيدة ونافعة جدا لحياتنا. يقول كده القديس الأنبا شنودة: قد توجد أعمال نخالها أنها صالحة ولكنها رديئة عند الله، وذلك أننا نتغاضى عن بعضنا بعضا فنخطئ في المواضع المقدسة، لأن الرب لم يغرس في الفردوس الأشجار الصالحة وغير الصالحة، بل غرسه من الأشجار الصالحة فقط، ولم يغرس فيه أشجارا غير مثمرة أو رديئة الثمر. وليس هذا فقط، بل والناس أنفسهم الذين جعلهم هناك عندما خالفوا لم يحتملهم بل أخرجهم منه. فمن هذا علموا أيها الإخوة الأحباء أنه لا يجب أن تملأ مساكن الله المقدسة من الناس الأشرار والصالحين كما في العالم المملوء من الخطاة والظالمين والقديسين والأنجاس، ولكن الذين يخطئون لا يتركهم فيها بل يخرجهم. أنا أعرف أن الأرض كلها هي للرب، فإن كان هكذا ببيته وكذا الأرض كلها فالذين يسكنون فيها يحيون به، لهذا يجب علينا أن نخاف ونحفظ وصاياه. فإذا ما سقطنا في واحدة منها فلنبكي وننتحب أمامه، حتى إذا ما رأى تنهد وشوق أنفسنا مثل المرأة التي بلت قدميه بدموعها نكون حقا مستحقين صوته الحلو القائل: مغفورة لك خطاياك، اذهب بسلام، إيمانك قد خلصك. وقد رأيتم يا إخوتي أن الإيمان يعمل الخلاص ويعلن شوقه فيه. فإذا كل من ليس له شوق في حفظ وصايا الله وغيرة في اقتداء العقلاء بالروح الذين شهد لهم أنهم عرفوا الحق وقبلوا نصيحة بأعمالهم، والذين ليس لهم إيمان يسقطون في كل عمل رديء ويهلكون النفس، كما هو مكتوب أن الرجل العاقل يقبل النصيحة ويعمل والجاهل يسقط على وجهه. فلنختم عظة أبينا القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نتكلم في العظة على نقطتين ثلاثة لأنها عظة خطيرة جدا. طبعا ملخص العظة أن القديس الأنبا شنودة بيقول أن الفردوس لما ربنا خلقه خلقه من كل ما هو صالح، حتى الإنسان لما خلقه قال يعني رأى الله الإنسان أنه حسن جدا، وما خلقش في الفردوس الشر. وما للشر جاء منين؟ جاء بغواية عدو الخير. فبيقول القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين ما ينفعش بقى تبقى كنيسة الله اللي هي بيت ربنا فيها أشرار وصالحين، أو نقبل يعني بدون توجيه بدون إرشاد بدون توبة، أن يفضل فيها أشرار مصرين على الشر ومصرين على الاستباحة، ونفضل سابينهم في الكنيسة وكأن ده يعني ده الطبيعي أن الكنيسة تبقى شاملة الاثنين. هو الحقيقة إحنا في الكنيسة مجموعة من البشر بيدوروا على التوبة والحياة المقدسة، حتى لو إنسان بيسقط لكنه مدام بيدور على التوبة وبيمشي في سكة التوبة بيبقى مقبول جدا عند الله. نلاحظ أن القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين في القرن الرابع الميلادي بيتكلم على بيت الله، على أنه مكان معين، يقول لك ما ينفعش المكان ده يبقى فيه ناس صالحين وناس أشرار. يبقى إذن موضوع أن في كنيسة مخصصة لربنا ده موجود من أيام القرن الرابع، لأن في بعض الناس تقول لك لا إحنا ما فيش حاجة اسمها كنيسة أو بيت لربنا، ده مش حقيقي. الحقيقة الكنيسة هي المكان المخصص لربنا، والكنيسة هي مجموعة المؤمنين بربنا اللي عايشين في المكان ده اللي بيشتركوا في الأسرار متمتعين بيها كل يوم. طب نتكلم في نقطة تانية مهمة جدا من اللي قالها. هو قال إن الإنسان اللي ماشي اللي وقع في خطية وعايز يرجع محتاج يعمل حاجتين: محتاج يكون عنده إيمان إن ده المسيح وإنه قادر، نمرة اتنين محتاج إنه يعمل يعني يدخل في التوبة. الاتنين دول قال بالظبط زي المرأة اللي بلت قدميه بدموعها، كانت عندها إيمان إن هو ده ممكن يخلصها ممكن يخلصها يعني، وكان عندها برضو الحركة إنها اتحركت وراحت ونزلت عند رجليه ومسكت رجليه وبلته بدموعها ومسحته بشعر رأسها. فيقول كده القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين: فين الاشتياق؟ هي كان عندها اشتياق تيجي تحت رجليه وتمسك فيها، وده اللي خلاها تتغير، وده اللي خلاها تسمع بصوتها المسيح هو بيقول لها مغفورة لك خطاياك امضي بسلام. فهو بيقول كده أهم حاجة في التوبة الاشتياق. التوبة ده مش عمل روتيني بعمله كل شهر، التوبة ده عمل يومي باشتياق: يا رب أرجوك طهر القلب نقيني من جوه. بنصلي صلاة جميلة جدا في القداس
بالذات في كمان في سر الاعتراف بنقول يا رب ردنا الى خوفك واشتياقك، ردنا يا رب الى خوفك واشتياقك، خلينا يا رب نبقى حابينك، بنعمل كل حاجه عشان خاطر بنحبك. فيقول كده الذين عرفوا، يعني بقى عندهم ايمان ان ده المسيح، اعمالهم بتوصلهم للتمتع بالتوبه. يعني واحد عنده ايمان ويبتدي يسلك في طريق التوبه. طب السلوك في طريق التوبه ده عباره عن ايه؟ قال لك كده ايه، يكون له شوق في حفظ وصايا الله وغيره في اقتداء العقلاء بالروح، اللي هم المرشدين الروحيين اللي ممكن يكون منهم قبل الاعتراف، الذين شهد لهم انهم عرفوا الحق وقبلوا نصيحته باعمالهم. خلي بالك من كلمه قبلوا نصيحته باعمالهم، دول ناس مرشدين حبوا ربنا جدا ومسكوا كلامه كله وعاشوا باعمالهم، من اجل ده بقوا مؤهلين ان هم يقودوا ناس تانيين في سكه التوبه، وبقى احنا علينا ان احنا لما نسمع منهم نصيحه ما نهملهاش، نمشي فيها ونقتدي بيهم ونوريهم قبول النصيحه باعمالنا، فيرى الله اشتياقنا للتوبه ويعطينا سلامه ويعطينا المغفره. فلنختم موعظه ابينا الانبا شنودة رئيس المتوحدين الذي انار عقولنا وعيون قلوبنا، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.